السلام الله عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بنشارك معكم هذا الكريب مالحين على شكل لي سيجار، اللي كيجيو رائعين في المذاق ولا المنظر وسهلين في التحضير دغيا تيوجدوا. نتمنى تبقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير ان شاء الله. هنا غادي نمشي نطحن هذا الكريب هو الاول باش هكا غادي نخليه يرتاح. هنا المهم غادي ناخذ واحد مونيليكس وغادي ندير فيها واحد نصف لتر ديال الحليب وواحد جوج بيضات يكونوا متوسطين في الحجم اللي كنكون جابدهم من الثلاجه قبل. بالنسبه للعطريه اللي غادي نستعمل، انا عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وواحد نص معلقه راس معلقه صغير ديال بودره الثومه وشويه ديال الزعتر، هذا اللي حكيته قبل ما بين ايديا. وغادي نضيف عليهم هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، الزبده كتكون بحراره الغرفه. وغادي نضيف هنا واحد راس معلقه صغير ديال الخميره الحلويات، غير راس معلقه صغير فقط ما نزيدش كتر. هنا بالنسبه للدقيق غادي ندير واحد جوج كيسان ديال العنب يكونوا عامرين مزيان صافي. وغادي نضيف كل شيء في مونينيكس هكا دفعه واحده وغادي نحركهم، غادي نحاول نحرك هذا الخليط مزيان حتى كينسجم ليا داك الدقيق وما يبقاش هكا لاصق ليا في الجوانب تاع المونينيكس صافي. وغادي نحاول نطحن داك الخليط، غادي نطحنه هنا مزيان حتى كي مو حتى كينسجم ليا داك الخليط. المهم هنا كنطحنه صافي، كنخلي القوام ديالو كيكون بهذا الشكل، كنخليه هكا كيكون سائل شي شويه ما يكونش ثقيل كيف ما كتشوفوا معايا، كنخليه بهذا القوام صافي. من هنا من بعد ما طحنته كنخليه يرتاح قد ما ارتاح افضل. المهم كنخليه ساعتين ولا ثلاثه وصافي، كنخليه حتى كيرتاح عاد كنرجع نطيبه. هنا بما كيرتاح ليا داك الخليط غادي نمشي نحضر معكم الحشوه. هنا بالنسبه للحشوه عندي واحد جوج ديال الجزر وواحد كورجيت وواحد فلفله وجوج بصلات متوسطين وواحد الكميه ديال صدر الدجاج. هنا بالنسبه غادي ناخذ واحد المقلاه غادي ندير فيها دوك جوج بصلات هكا شلطتهم هكا رقاق ودرت لهم شويه ديال الزيت ودرتهم في ديك المقلاه وخليتهم حتى بداو كيهبطوا، غير شويه ماشي كيهبطوا نيت بزاف صافي. غنضيف عليهم ديك الكميه ديال صدر الدجاج هكا اللي قطعتها طريفات صغار، غادي نضيفها على داك البصل وغادي نخليها هنا غادي تشحر شويه، ما غنضيف لها حتى شي حاجه حتى كيتشحر ليا شويه داك الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا وتلاق دوك السوائل اللي فيه صافي. هنا غادي نضيف عليه ديك فلفله، ديك فلفله حمراء قطعتها مربعات وديك كورجيطه وجزر دوزتهم في حكاكه ديك اللي العيون ديالها كيكونوا غلاط شي شويه صافي. وغادي نضيف هاد الخضر كامله على داك الدجاج والبصله اللي في المقله صافي. غادي نضيف هاد الخضر كامل وعاد نضيف عليهم التوابل. هنا بالنسبه للتوابل هنا عندي الملحه، المهم غادي نضيف القياس اللي غادي يكفى وغادي نضيف واحد شويه ديال الابزار وعندي هنا شويه ديال السكنجبير، ضفت انا غير راس ملعقه صغيره فقط. وغادي نضيف سكنجبير هذا اللي مطحون واحد ربع ملعقه صغيره تقريبا، وغادي نضيف الثومه بودره، غادي نضيف تقريبا شي نص معلقه صغيره اللي غادي ندير صافي. هاد التوابل اللي غادي نستعمل في هاد الحشوه صافي، كنحاول انا كنحركها مزيان باش كتنسجم ليا مع دوك التوابل. وغادي نخليها غادي نحط عليها شي حاجه ونخليها حتى كطيب وكتنشف ليا تماما من دوك السوائل. صافي هنا من بعد ما صبحات لي الحشوه جاء طابت ونشفت ما بقاش فيها نهائيا السوائل، غادي نضيف واحد ثلاثه الفرماجات، هذا الفرماج المثلث ولا الفرماج الاخر بحال غير هذا كيعطي واحد التعليكه زوينه في هذه الحشوه. وغادي نضيف واحد الزعتر اللي غادي نقي ونحكو بين ايديا واحد ملعقه صغيره تقريبا. وغادي نضيف هنا الهريسه واحد الملعقه تقريبا حتى هي صغيره، ممكن تبقى الهريسه اختياريه حتى هي كتعطي ذوق زوين في هذه الحشوه صافي. وغادي نحاول نحرك داك نحرك هذه الحشوه مزيان حتى كتندمج ليها مع داك الفرماج يدوب فيها كامل وينسجم ليها مع الحشوه صافي. كيف ما كتشوفوا معايا راه كيعطي واحد التعليكه زوينه في هذه الحشوه صافي. هنا راه صبحت جاهزه، غادي نخليها على جنب وغادي نمشي باش نبدا نطيب هذا الكريب. هنا بالنسبه للكريب غادي ناخذ واحد المقلاه اللي كتكون ما كتلصقش هكا كتكون خاصه بهذا الكريب،
غادي ندير فيها واحد الكميه. درت انا مغرفه تقريبا كيف ما شفتوا معايا الطريقه، كان كب مغرفه، وكان كنخوي داك الزائد داك الفائض من المقلاة صافي، وكنحطها فوق البوطه صافي، دغيا كي دغيا تيوجد صافي. كان بالنسبه للعافيه باش كنحطو كتكون هكا متوسطه صافي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد لي كريب. هنا بالنسبه اللي طيبتها كنحطها هكا في واحد الطبسيل، وكنحط واحده فوق واحده باش كيشدو ديك الحراره وكيطلقوا ديك الرطوبه ما بيناتهم هكا صافي. كنوضع واحده فوق واحده وكنغطيهم بشي منديل ولا شي بلاستيك باش هكا كيبقاو لي رطبين صافي. كيف ما شفتوا معايا راه كيجيو رطبين. المهم هنا من بعد ما ساليت الطياب داك تاع لي كريب، غادي ناخذ نسرحو على الوجه هكا، وندير واحد ملعقه كبيره ولا جوج تقريبا على حساب الحجم ديال الكريب اللي دايرين. انا هذا دايرها متوسط صافي. غادي ندير نحط الحشوه وغادي ندير ليها الطريقه بحال شكل لي سيجار، ولا ممكن هكا ديروا شكل مربع كتحطوا الحشوه في الوسط على شكل مربع كتجمعوا الجوانب ديالو بربعه صافي. المهم هنا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الحشو ديال هذا الكريب صافي. هنا غادي نرجع معكم باش نحمروا في المقلاة. هنا كناخد واحد المقلاة اللي كتكون ما كتلصقش باش غادي نحمر فيها داك الكريب، وغادي ندير واحد المعلقه ديال الزبده صافي. وغادي نحاول هكا نضيعها في ديك المقلاه، وغادي نحط داك لي كريب غادي نحطو على ديك الجهه هكا باش كتسود عليا ديك الجهه المحلوله صافي. غادي نحط داك لي كريب كامل. هنا راه دغيا كيتحمر في البلاصه، المهم كنبقى حدا كنبقى نقلب فيه. غادي نحاول نقلبو على الجوانب بربعه باش هكا كيجي محمر على الجويه كاملين. المهم هاد الخطوه كتبقى اختياريه، لا رايت تقدم حتى هكاك ماشي مشكل، غير اللي هكا في التحمر كيجي المنظر ديالو زوين صافي. هنا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه كنبقى نقلبو على الجوانب ديالو بربعه حتى كياخد هاد اللون الذهبي صافي. وغادي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل صافي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما حمرت داك الكريب كامل. صراحة كيجي زوين، والمذاق ديالو المذاق ولا المنظر كيجي رائع. نتمنى تجربوه وتردوا عليا صافي. هنا كنكون وصلت معكم النهاية ديال لا فيديو، كنتمنى يعجبكم تنال اعجابكم هذه الوصفة اللي شاركت معكم اليوم، والفيديو الجاي ان شاء الله.